السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في موضوع جديد في أعرف آثار بلدك. أنا إن شاء الله هكلمكم من فيديو حي من ضريح مقام السيدة نفيسة. شايفين حضراتكم إن الناس بتخش الضريح، تمسح في الضريح، بتدعي ناحية الضريح، وفيهم البعض من يسجد ناحية الضريح. بالإضافة كمان إن نلاقي إقبال السيدات بشكل كبير جداً على الضريح، ده مرض شعبي صاب الشعب. ناس مقتنعة اللي هي بتعمله ده صح، شايفين اللي هم بيعملوه ده صح. طيب هي قصتنا النهاردة اللي انا هحكيها قصة شبيهة او فيها الشبه من الكلام اللي احنا شايفينه في الواقع الحي ده. القصة باسم بعنوان اسم المعزة المباركة. المعزة المباركة بيروي الجبرتي في كتابه سنة 1173 هجريا، بيقول ان ادعى خادم جامع السيدة نفيسة على رأسهم الشيخ عبد اللطيف ان في معزة وجدت على جنب المقام في السيدة نفيسة او على المآذن، والمعزة دي ليها سر وليها بركة ولا يمكن ذبحها. فانتشرت الشائعات ما بين الناس بشكل كبير جدا، فبدأوا يقبلون على المعزة ويتشفعون للمعزة او بيعملوا الطلبات للمعزة دي عشان يتشفعون لها او تتشفع له. وقال لهم الشيخ عبد اللطيف ان المعزة دي ما بتاكلش غير قلب اللوز والفستق ومية الورد. فالناس بدأت تيجي بكل ده وبتحمله للشيخ عبد اللطيف، وطبعا نشوف مدى الجهل والشعوذة والخرافات اللي منتشرة. في الوقت ده كان في امير اسمه الامير عبد الرحمن كتختة. هذا الامير هو امير مسك مصر في عهد الدوله العثمانيه. اول ما سمع بالامر ده وشاف الجهل والخرافات طبعا، استدعى طبعا الشيخ او استدعى الشيخ عبد اللطيف وقال له تعالى بالمعزة بتاعتك عشان انا عايز المعزة عشان الحريم يتباركون منها. فطبعا الشيخ عبد اللطيف جه وماشي في موكب كبير جدا، موكب عالي قوي قوي قوي، وفي احتفالات وطبل وكده ان الامير عايز المعزة بتاعتي عشان الحريم يتباركون مني. فاول ما وصل طبعا ناحية قصر الامير، الامير كان متفق مع الناس اصلا ان المعزة اول ما تيجي، او متفق مع الحراس بتقول ان المعزة اول ما تيجي يتم ذبحها فورا، بس مش هيوري للشيخ عبد اللطيف عشان هيوريه الخداع اللي هو عامل فيه مقلب كده او حاجة ظريفة جدا خدعه بشكل جميل جدا. خد المعزة قال له انا هوديها لجناح الحريم، فراح وديها لجناح الحريم على السلوة وراح فين يوديها. المهم قعد هو والشيخ عبد اللطيف ومعاه شوية ناس قاعدين معاه، فقدم له الطعام وقال له يا شيخ كل من هذا الطعام السمين الرميس. فرد عليه الشيخ قال وإنه طيب ونفيس. فما الشيخ خلص الطعام وخلص الأكل بتاعه، قام بقى عشان يروح أو زي ما يقول يرجع تاني ياخد المعزة، طلب المعزة من الأمير عبد الرحمن كتختة. فضحك الامير عبد الرحمن كتختة والحاضرين وقال له ان المعزة اللي انت او المعزة اللي انت عايزها انت كنت ما بين ايدك في الطبق اللي انت كنت بتاكل منه وانت زمان اكلتها اصلا. فطبعا حصلت صدمة كبيرة للشيخ عبد اللطيف، واتصدم بشكل رهيب وايه وعقد لسانه، يعني فضل يتف في لسانه كل شوية نتيجة اللي هو اكل المعزة اللي هو كان ايه اللي هو شايفها اللي هي كانت بركة. قام الامير عبد الرحمن كتخت وبخه على جدله وامره بان يسير في موكبا كبيرا ويحمل على راسه جلد المعزه نتيجه للجهل والشعوذه اللي هو كان نشرها ما بين الناس. احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول احنا ما نصدقش اي حاجه وخلاص، نحارب الجهل بالعلم، يكون عندنا شده ايمان بالله عز وجل، يكون على يقين بان الامر كله لله وان ربنا سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء وهو المطلع على كل شيء. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. يهمني تعليقات حضراتكم، اراء حضراتكم، تفاعلكم على الصفحه وعلى اليوتيوب. اشوفكم على خير في حلقه جديده وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.